ازاي تعمل الترند ده المنتشر على السوشيال ميديا دلوقتي. بس مهما الكل خدني جوه حضنه او سندني جنب ابويا شيء لا يذكر. كل حاجه عملها ليا مستحيل هيروح اثرها من يعوض. تعالوا نبدا الشرح. كل الادوات والمواقع اللي هستخدمها في الشرح هكون سايبها لك في قناه التليجرام. هتخش على وصف الفيديو ده على اليوتيوب او التعليقات وهتخش على لينك التليجرام. اول ما تخش على لينك التليجرام هيفتح معاك القناه بالشكل ده. اول حاجه هنعملها هنستخدم برنامج البيكس ارت عشان نضيف صورتك وصوره الشخص في صوره واحده. هنيجي نفتح برنامج البيكس ارت. اول ما يفتح البرنامج بالشكل ده هتيجي تدوس على علامه الزائد من تحت، او لو فتح معاك بالشكل ده هتيجي تدوس على حاجه اسمها عمل تصويري او كولاج من هنا، وبعدين هتختار صورتك، وبعدين هتختار صورة الشخص، وبعدين هتدوس على التالي من فوق هيظهر معاك بالشكل ده. هنيجي نخش على حاجة اسمها الحد من تحت كده او بوردر، تمام. وبعدين هنخلي السمك هنا هنخليه صفر عشان ما يكونش فيه مسافات او حدود بين الصورتين. بعد ما دمجت الصورتين في صورة واحدة بالشكل ده هتيجي تحفظ الصورة على الجهاز. هتيجي تدوس على علامة التالي من فوق او علامة السهم، وبعدين هتدوس على علامة الحفظ، وبكده الصورة اتحفظت معاك على الجهاز. الخطوة اللي بعد كده هنروح نستخدم موقع لوما AI والمواقع الشبيهة ليه عشان نعمل تحريك للصورة ديت، او عشان نحول الصورة لفيديو زي ما شفته في اول الفيديو. هتيجي كده تفتح قناة التليجرام، وهتيجي عند اول موقع اللي هو رابط موقع لوما AI. هتعمل نسخ للرابط بتاع الموقع، هتدوس عليه ضغطة مطولة على اللينك، وبعدين نسخ الرابط. الخطوة اللي بعد كده لو انت مستخدم اندرويد هتيجي تفتح متصفح الجوجل كروم. لو انت مستخدم iOS او ايفون هتيجي تفتح متصفح سفاري. انا طبعا هنا مستخدم اندرويد، هاجي افتح متصفح الجوجل كروم او كروم. الخطوة اللي بعد كده هتيجي في اللينك من فوق كده، وهتعمل لصق لرابط اللينك اللي انت لسه ناسخه من تليجرام، وهتدوس على بحث. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده. الخطوة بعد كده هتيجي تدوس على تراي ناو من فوق كده، او هتنزل تحت شوية وهتدوس على تراي ناو من هنا. بعد ما هتدوس على تراي ناو هيظهر معاك واجهة بالشكل ده. هتدوس على ساين ان ويز جوجل، وهتختار حساب الجيميل المفتوح عندك على الجهاز، اي حساب جيميل عندك عشان نسجل في الموقع. وبكده الموقع فتح معانا بدون اي مشاكل. لو ظهر لك المشكلة دي معنى الرسالة دي ان الموقع حطك في قائمة الانتظار للحسابات المجانية، وما تقدرش تستخدم الموقع لان الموقع عليه ضغط كبير. وعشان تقدر تستخدم الموقع في الوقت ده لازم تكون مشترك في الخدمة المدفوعة. بس ما تقلقش من اي حاجة، لو ظهر لك المشكلة اللي زي ديت هكون سايب لك موقعين بيعملوا نفس فكرة الموقع ده، وتقدر تعمل الطريقة بتاعت النهاردة. طبعا قبل ما نبدأ في استخدام الموقع هنشرح مميزاته وعيوبه. طبعا الموقع ده ليه مميزات وعيوب. مميزات الموقع ان الموقع ده احترافي جدا، بس عيبه الوحيد ان ممكن ياخد وقت كبير جدا عشان يعمل لك الفيديو. ممكن ياخد من ساعة ل 24 ساعة عشان يعمل لك الفيديو الواحد. بس طبعا ما تقلقش هكون شرح لك موقعين شبيهين ليه بياخدوا 20 دقيقة او اقل وبيقدروا يعملوا لك الفيديو بتاعك، بس مش بيكونوا احترافيين زي الموقع اللي هنشرحه دلوقتي. طبعا احنا عرفنا كده المميزات والعيوب بتاعت الموقع. هنيجي نستخدم الموقع. لو ظهر معاك واجهة بالشكل ده يبقى انت كده تقدر تستخدم الموقع. اول حاجة هتعملها تيجي تدوس على ايقونة الصورة من هنا. الخطوة بعد كده هتختار الصورة، الصورتين اللي انت دمجتهم في صورة واحدة بالشكل ده، وهتدوس على كلمة تم من فوق. خطوة بعد كده هتيجي في الوصف هنا او البرومبت، هتكتب الوصف اللي هسيبهولك في قناة التليجرام. طبعا هكون سايب لك وصفين في قناة التليجرام تقدر تستخدم اي وصف فيهم. هتيجي كده في الوصف او في البرومبت، وهتكتب اول وصف معانا let them hug each other، ده اول وصف. وممكن تستخدم الوصف التاني. بعد ما تكتب الوصف هتيجي تدوس على علامة السهم، وهتنزل تحت كده هتلاقي بيحمل معاك. هتستنى لحد ما يخلص خالص ويطلع لك الفيديو بالشكل ده. بعد ما يخلص لك الفيديو بالشكل ده بتيجي تدوس على داونلود، وبعدين الفيديو بينزل على الجهاز بدون اي مشاكل.
زي ما قلت لك الموقع ده بياخد من ساعة ل 24 ساعة عشان يعمل لك الفيديو الواحد. ده كان بالنسبة لأول موقع. بالنسبة لتاني موقع اللي هو شبيه لموقع لوما AI، هنيجي كده تخش على قناة التليجرام وهنجيب الموقع التاني اللي هو رابط موقع شبيه لوما AI، هنيجي نضغط ضغطة مطولة على اللينك بالشكل ده، وبعدين هندوس على نسخ الرابط، وهنيجي نفتح متصفح الجوجل كروم. لو انت مستخدم اندرويد، لو انت مستخدم ايفون او اي او اس هتيجي تفتح متصفح سفاري. خطوة بعد كده هتيجي في البحث من فوق كده وتعمل لصق للرابط، هيفتح معاك واجهة بالشكل ده. هتيجي تدوس على ابدأ مجانا، وبعدين هتيجي تدوس على حاجة اسمها فروم ايمج اللي هي التانية دي. في النص هنا او في البرومبت ده هتكتب الوصف طبعا اللي هسيبلك في قناة التليجرام، اي وصف من الوصفين اللي انا هسيبهم لك. هنيجي كده نستخدم الوصف التاني اللي هو let this person hug the person on the left، تمام. وهنيجي في تاني خطوة اللي هي خطوة الصورة ديت، هنيجي نختار الصورة اللي احنا دمجنا فيها الصورتين، الصورة الواحدة يعني اللي احنا دمجنا فيها الصورتين. طبعا في الوصف تقدر تستخدم اي وصف من الوصفين اللي انا هسيبهم لك في قناة التليجرام، ما تستخدمش الوصفين في نفس الوقت، لا كل وصف لوحده، تمام كده. الموقع التاني ده مميزاته ان ممكن ياخد 20 دقيقة او اقل عشان يعمل لك الفيديو. عيوبه اول حاجة مش احترافي قوي، تاني عيب ليه بعد ما تعمل الفيديو لو انت مستخدم اي او اس او ايفون ما بتعرفش تحمل الفيديو على الموبايل، انما لو انت مستخدم اندرويد او مستخدم بي سي كمبيوتر يعني تقدر تحمل الفيديو عادي. طبعا اول ما بتدوس توليد او جنريشن بتيجي تستنى هنا تحت لحد ما يعد معاك، ممكن يعد لحد 23 كده او ممكن يوصل ل 50، وبعد كده بيظهر لك الفيديو النهائي زي الفيديو ده مثلا. هتنتظر اقل من 20 دقيقة وبعدين هتنزل تحت كده هتلاقي ان الموقع عمل لك الفيديو، تيجي تشغل الفيديو كده. طبعا الفيديو اهوت، عشان تحمله على الجهاز هتيجي تدوس على الثلاث نقط وبعدين هتدوس على تنزيل. طبعا الموقع مش بيظبط من اول مرة، فانت ممكن تستخدم نفس الصورة بوصف مختلف، انا حاطط لك وصفين، ولو ما ظبطش معاك الوصف حاول كرر العملية اكتر من مرة، هيطلع معاك نتائج مختلفة في كل مرة. زي ما قلت لك الموقع ده مش احترافي قوي زي الموقع الاولاني، بس هو ميزته ان هو ما بياخدش وقت زي الموقع الاولاني. هنيجي نشرح الموقع التالت اللي هو شبيه بموقع لوما AI. هنيجي نفتح قناة التليجرام زي ما كنا متعودين، تمام، وهنيجي عند اللينك الأخير ده، هنيجي ندوس ضغطة مطولة على اللينك وبعدين هندوس على نسخ الرابط. خطوة بعد كده لو انت مستخدم اندرويد هتيجي تفتح متصفح الجوجل كروم، لو انت مستخدم اي او اس او ايفون هتفتح متصفح سفاري، طبعا عرفنا المعلومة دي، وهتيجي في البحث من فوق وهتيجي تعمل لصق للموقع، تخش على الموقع هيفتح معاك الموقع بالشكل ده. الخطوة بعد كده هنيجي نسجل في الموقع، لان الموقع بيدي لكل حساب بتسجل بيه في الموقع 10 مرات تجربة، تقدر تستخدم فيهم الموقع 10 مرات. فهنيجي ندوس على تسجيل الدخول، وبعدين هنيجي نختار تسجيل بحساب جوجل، نختار حساب الجيميل، وبعدين هنختار الحساب اي حساب عندنا مفتوح على الجهاز. طبعا لازم تسجل في الموقع عشان يديك 10 مرات، لو ما سجلتش في الموقع مش هيديك الا مرتين بس تقدر تستخدم فيهم الموقع. بعد ما سجلت تدخل في الموقع بتيجي تدوس على جرب اللي هي في النص دي. خطوة بعد كده بتيجي تدوس على فروم ايمج. طبعا الموقع ده نفس مميزات الموقع التاني، مميزات ان هو ممكن ياخد 20 دقيقة او اقل عشان يعمل لك الفيديو. عيوبه اول حاجة مش احترافي قوي، تاني عيب فيه لو انت مستخدم اي او اس او ايفون ما بتقدرش تحمل الفيديو على الموبايل بعد ما بتعمله على الموقع، انما لو انت مستخدم اندرويد او بي سي تقدر تحمل الفيديو عادي. فعشان نستخدم الموقع هتدوس على فروم ايمج، وبعدين هتيجي في الوصف هنا او في البرومبت هتكتب اي وصف من الوصف اللي انا سيبه لك في قناة التليجرام، هتختار الوصف ده مثلا. الخطوة اللي بعد كده هتيجي تدوس على علامة الصورة اللي هو الاختيار التاني ده، وهتختار الصورة اللي انت دمجت فيها الصورتين. الخطوة اللي بعد كده بتدوس على تولويد او جنريشن، هو نفس فكرة الموقع التاني بالظبط. ممكن يقول لك التحقق هنا، تدوس على تحقق او ممكن يعمل التحقق هو لوحده، تمام. تيجي تنتظر تحت كده وهتستنى اما ده يخلص، هيظهر لك الفيديو تقدر تحمل الفيديو.
عشان وقت الفيديو بس هنشرح الخطوة اللي بعد كده، وطبعا احنا عارفين الفكرة بتاعت الموقع زي الموقع اللي فات بالظبط. الخطوة اللي بعد كده هنستخدم برنامج الكاب كات او تطبيق الكاب كات. وظيفة التطبيق ده ان هو تطبيق للمونتاج، وظيفته ان هو بيقص المقاطع او المناطق اللي هي ملهاش لازمة في الفيديو، وبيقدر يعمل عملية تبطيء للفيديو او تسريع، وبيقدر كمان ان هو يحط مثلا موسيقى او يحط آية قرآنية على الفيديو. برنامج مونتاج متكامل يعني، طبعا كلكم او 80% منكم اكيد عارفينه. فهنيجي نفتح الكاب كات وهندوس على مشروع. الخطوة اللي بعد كده بتيجي تختار الفيديو، وبعدين بتدوس على اضافة. لو حبيت تبطئ او تسرع الفيديو فبتدوس على الفيديو، وبتنزل تحت كده بتسحب الشريط من تحت وبتجيب السرعة، وبعدين عادي. لو عاوز تبطئ الفيديو فبتخليها اقل من 1x بالشكل ده. لو عاوز تسرع الفيديو فبتخليه اكبر من 1x بالشكل ده. ده بالنسبة لاول حاجة. تاني حاجة، لو عندك مثلا منطقة في الفيديو عايز تمسحها بالشكل ده، هتيجي عند المنطقة اللي انت عاوز تحذفها وهتدوس عليها بالشكل ده، وبعدين هتيجي من تحت كده هتدوس على حاجة اسمها التقسيم. بعد ما تدوس على التقسيم بتيجي عند المنطقة اللي انت مش عايزها، وبعدين بتعمل لها حذف من تحت كده. ولو حبيت تكرر الفيديو، ان الفيديو يتكرر كذا مرة، تيجي تضغط على الفيديو بالشكل ده، وبعدين بتدوس تنزل تحت كده وبتدوس على حاجة اسمها التكرار، هتلاقيها عندك هنا كده. انا كررته مرة واحدة، ولو دوست تاني هيتكرر كمان مرة زي ما انتوا شايفين. طبعا لو عايز تشيل اللوجو بتاع الكاب كاتر في الاخر ده، تيجي عند الاخر خالص كده تدوس على اللوجو، وبعدين بتدوس على حذف من تحت كده، اتحذف معاك كده، الفيديو جاهز معاك. والافضل ان انت تحط الاغنية او الموسيقى من تطبيق تيك توك مثلا او من الفيسبوك نفسه، عشان ما تاخدش حظر كوبي رايت او حقوق ملكية. تمام، بعد ما تخلص الفيديو بتدوس على تصدير من فوق كده، والفيديو بيتحافظ على الجهاز بدون اي مشاكل. معلش لو طولت عليكم في الشرح كده، الشرح يكون انتهى. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة بتاعتي لو بتتابعني على اليوتيوب، او تعمل فولو للاكونت لو بتتابعني على تيك توك.